يلا بسم الله. هنتكلم يا شباب النهارده على الاندوكراين سيستم. قبل ما نتكلم على الاندوكراين سيستم نفهم الاوتلاين بتاع الشابتر هنمشي ازاي، هنتكلم على ايه. هنتكلم هنقول يعني ايه اندوكراين سيستم اصلا، وهنقول ان هو معمول من اندوكراين جلاندز. طب يعني ايه اندوكراين جلاندز؟ وهنقول ان الاندوكراين جلاندز بتعمل هرمونز. طب يعني ايه هرمونز؟ وهنبدا نتكلم شويه عن الهرمونز في البلانتس، حاجه بسيطه كده، ونقول ازاي اكتشفوها. وهنتكلم على الهرمونز ان انيمالز، حاجه بسيطه برضو، ونقول ازاي اكتشفوها. وبعدين نخش على الهيومنز، هم دول اللي يهمونا في الاساس. هنتكلم على ازاي اكتشفوا الهرمونز اللي في الهيومنز، كل هرمون بيطلع منين وبيعمل ايه، ايه الكاركترستكس اوف هيومن هرمونز، ايه الديفرنت تايبس اوف جلاندز في الهيومنز عامه، اللي هي منهم الاندوكراين جلاندز. طب ايه هي بقى الاندوكراين جلاندز اللي عندنا، اسمائها ومكان كل واحده فيهم، وايه الهرمونز اللي بتطلعها، وايه الايفكت بتاعت الهرمونز اللي بتطلعها. ده كده الكي بوينتس بتاعتنا في الشابتر بتاع النهارده ان شاء الله. طيب اول حاجه عايزكم تنتبهوا معايا، طيب عايزكم تنتبهوا معايا جدا جدا للكلام اللي هقوله دلوقتي. احنا عندنا تو سيستمز في جسمنا that control the different functions of the body. ايه هما؟ ها مين يفكرني؟ nervous واندوكراين. مهم جدا نعرف شويه فروق ما بين الاثنين. اول حاجه النيرفس ده معمول من ايه؟ معمول من البرين والسباينال كورد والنيرفس كلها اللي طالعه من البرين والسباينال كورد. طب نلاحظ ايه؟ نلاحظ ادي برين، ادي سباينال كورد، ادي نيرفس طالعه من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعد كده بتعمل تشابكات، وبعد كده يطلع منها نيرفس ثانيه، كله متوصل ببعض، شبكه متوصله ببعض. يبقى directly connected. الاندوكراين مش كده، الاندوكراين هنلاقي جلاند هنا وجلاند هنا وجلاندز هنا وجلاند هنا وجلاندز في اماكن تانية تحت شوية، ومش متوصلين ببعض ولكن برضو متوصلين indirectly connected. الشاطر بقى اللي بيكتب معايا الكلام ده. طيب دول دايركتلي كونكتد، طالعين من اول نيورون في البرين واصلين لحد ما نحرك المصل عند النيورو ماسكولار جنكشن. طيب الاندوكراين شغال ازاي؟ ازاي في تواصل ما بين الديفرنت جلاندز اللي عامله الاندوكراين سيستم وما بين الديفرنت بارتس اوف ذا بادي اللي هو هيعمل لها كنترول؟ عن طريق البلد. يبقى دي اول نقطة. طيب تاني حاجة، النيرفس سيستم شغال ازاي؟ ازاي بيتواصل مع نفسه مع الاذر بودي بارتس؟ ها؟ لو تفتكروا معايا عن طريق النيرف امبلسز اللي احنا جبنا سيرتها كذا مرة، اللي هي ايه؟ اللي هي الكتريكال امبلسز. اللي هي الكتريكال امبلسز. نقدر نقول الكتريكال مسجز. طيب الاندوكراين زي ما هنعرف، لا ده عن طريق هرمونز اللي هي كيميكال سبستنسز، فبنقول المسجز هنا كيميكال مسجز. ده الفرق الثاني. طيب ثلاثه، دلوقتي لو انا اتلسعت وبعدت ايدي عن البراد اللي لسعني، مين اللي اتحكم دلوقتي في الرياكشن اللي حصل ده؟ هل النيرفس سيستم ولا الاندوكراين سيستم؟ النيرفس سيستم، لانه بيشتغل بسرعه قوي قوي قوي. الاندوكراين ماتش سلور، يعني الحاجه اللي تاخد جزء من الثانيه هنا تاخد ثواني او تاخد دقائق او تاخد ساعات وممكن كمان ايام وممكن شهور عشان الاقي التغييرات اللي بتحصل. يعني مثلا اقول لكم ثواني زي ايه؟ ثواني زي لما ابقى ماشي في شارع ضلمه والاقي مثلا فجأة كلب ما حسيتش بيه، الاقيه فجأة بيهوهو عليا.
فاتخض والاقي قلبي بيدق والاقي عضلاتي تنشنت وعرقت. ده بيبقى جزء منه النيرفس سيستم، بس بيبقى بعد كده مينتيند باي ذا اندوكراين سيستم. النيرفس سيستم يبدا والاندوكراين يخش بعد كده ويكمل. فده الثواني. دقايق زي ايه؟ زي لما اكل حته جاتوه وبعد شويه الاقي الانسولين طلع وبدا يظبط السكر في دمي، دي دقايق. ماشي. ايام زي ايه؟ زي او ساعات، ساعات زي ايه؟ زي هرمون اسمه الميلاتونين اللي بيظبط لي يومي. لما الاقي نفسي انا كده بعد صلاه العشاء مثلا بدات اتاوب وموخم وبتكلم بالراحه وعايز انام، الله ليه كده؟ عشان الهرمونز بدات تظبط الوضع، وضع الاستعداد للنوم. طب ايام زي ايه؟ ايام زي شعري اللي بيطول وضوافري اللي بتطول. مانس زي ايه؟ زي الطفل الصغير اللي الاقيه شهر بعد شهر بعد شهر عمال بيكبر. فالاندوكراين شغال لونج تيرم يا شباب، بيشتغل بالراحه لمده طويله. النيرفس سيستم بيشتغل بسرعه لمده قصيره. اتفقنا؟ يبقى ده ال different parts of the nervous system are directly connected، كلهم متوصلين ببعض. حاضر، اللي عنده سؤال. electrical messages بيستخدمها من مكان لمكان لمكان ولأجزاء الجسم المختلفة، بيشتغل بسرعة والمدة قصيرة. الاندوكراين indirectly connected، مين اللي بيوصل الجلانز ببعض وبال different parts of the body؟ البلد. وبيشتغل بchemical messages، هي اللي بتمشي في البلد اللي هي الهرمونز، بيشتغل بالراحة والمدة طويلة. طيب اتفضل يا احمد. بس دي شوية تفاصيل، لو افتكرت حاجة تانية اقولها لكم برضو بإذن الله، بس مهم جدا ان احنا نعرف الفرق ما بين الاثنين. طيب دلوقتي لو انا قلت عندي two systems بيكونترول الجسم وبيعملوا coordination للdifferent functions inside the body، طيب احنا عارفين المركب اللي ليها رئيسين تغرق، اكيد الاثنين دول في واحد رئيس على الثاني، واحد كلمته هي الكلمة النهائية. هنعرف بعد شوية ان النيرفس سيستم هو الايه؟ هو الاخ الاكبر، وان الاندوكراين هو الاخ الاصغر. ماشي يا شباب؟ يعني الاثنين بيكونترول، الاثنين بيكوردينيت، الاثنين بيبالانس، بس مين الاخ الكبير اللي لازم الاخ الصغير يحترمه ويسمع كلامه؟ النيرفس سيستم. يقدر في النهايه يمشي كلامه على الاندوكراين، وهنشوف الكلام ده هيحصل ازاي ان شاء الله. طيب يبقى عرفنا ان الاندوكراين سيستم ده السيستم الثاني اللي زي النيرفس سيستم اللي بيكونترول البادي فانكشنز. وزي ما اتفقنا ان كل البادي فانكشنز ار اندر ذا كنترول اوف ذا نيرفس اند اندوكراين سيستمز. طب الاندوكراين سيستم معمول من ايه؟ معمول من شويه اندوكراين جلاندز. يبقى البادي بارتس، البادي اورجنز اللي بجمعها على بعض واقول ده سيستم اسمه اندوكراين سيستم، الاورجنز دي بسميها جلاندز، اندوكراين جلاندز، مش اي جلاندز، اندوكراين جلاندز. جميل. يعني ايه اندوكراين جلاندز؟ يعني داكتلس جلاندز. ايه داكتلس دي؟ داكتلس يعني هاز او هاف، عشان دي جلاندز، هاف نو داكتس. يعني ايه داكت؟ باختصار بالبلدي يعني انبوبه، مش انبوبه البوتاجاز، لا، انبوبه زي الانبوبه البيبات كده اللي احنا بنستخدمها في المعمل، زي الشفاطه. جميل. ما انا عندي اهو، انا عندي علبه عصير وفيها شفاطه وحاطط بقي عليها هي كده، ممكن اشفط العصير، وممكن اعمل ايه؟ ممكن اقلب علبه العصير كده، صح، واضغط عليها، يقوم العصير نازل من ايه؟ نازل من الشفاطه اهي. علبه العصير دي نقدر نعتبرها اكسوكراين جلاند، مش اندوكراين. اندوكراين هي اللي ما عندهاش دكت، تبقى علبه عصير مقفوله، مش هعرف اطلع العصير منها من الشفاطه. لكن الاكسوكراين دي علبه عصير جواها عصير، عملت عصير جوه وطلعته عن طريق شفاطه. فدي فرصه كويسه ان احنا نقول ان عندي نوعين اساسيين من الجلاندز، اكسوكراين اللي عندها شفاطه نقدر نطلع العصير اللي جوه عن طريق الشفاطه، واندوكراين
ما عندهاش شفاطة. طب هنطلع العصير ازاي؟ العصير يطلع مباشرة يروح للدم. يبقى endocrine glands are ductless glands that secrete, that release their or the substances they make directly into the blood. الاكسوكراين لا، الاكسوكراين عندها دكت، عندها انبوبه شفاطه تطلع السبستنسز اللي هي بتعملها عن طريق الشفاطه تروح لايه؟ لمكان تاني. مكان زي ايه؟ طيب ادي انا بقي اهو ماشي، وادي مناخير، وادي عينيا. طب مش بقي كده في جوه تجويف؟ اه في جوه تجويف اللي انا هشرب فيه العصير كده واستطعمه. طيب مش في فاكرين جلاندز تحت فكي وورا فكي ها وتحت لساني كنا بنسميها ايه؟ مين شاطر يفكرني؟ عندنا سليفري جلاندز، دي جلاندز بس اكسوكراين جلاندز، عندها انابيب. الانابيب دي ايه؟ بتطلع السلايفا اللعاب في تجويف الفم الماوث كافيتي. في ايه كمان درسناه السنه اللي فاتت؟ احنا درسنا دي السنه اللي فاتت في الدايجستيف سيستم، درسنا حاجه تانية كان شكلها كده. مين شاطر يقول لي ايه دي؟ ها المنظر ده بيفكرك بايه؟ سيرفيس كده وفي فتحه. ايوه اللي هي بتاعت العرق. برافو عليك. السويت جلاند، سويت جلاند برضو دي اكسوكراين جلاند، بتعمل العرق وبعدين تطلعه يمشي في أنبوبة يطلع على الجلد عشان يتبخر ويبرد الجلد. فدي اكسوكراين جلاندز عندها أنبوبة وبتفرز السكريشن بتاعها، المواد اللي بتعملها تفرزها يا إما على السورفس بره الجسم يا إما في كافيتي جوه الجسم. جميل. الاندوكراين ما عندهاش أنبوبة، فأي حاجة تعملها هتطلعها مباشرة في الدم، تمشي في الدم بقى تروح لإيه؟ للمكان اللي هتشتغل عليه. جميل. يبقى endocrine glands ductless glands that secrete hormones directly into the bloodstream. طب يعني إيه هرمون يا عم؟ هرمون ده chemical substance synthesized and secreted by endocrine glands. طب يعني ايه كلمه synthesized؟ لازم نترجم كل حاجه. synthesized يعني built up، يعني made، يعني produced. عارفين لما نمسك المكعبات كده، مكعبه جنب مكعبه جنب مكعبه، نعمل بيت، ده هو ده synthesis. لما اجيب حاجات صغيره اركبها على بعض اعمل منها حاجه كبيره. يبقى الجلاندز دي بتمسك لي chemical substances مختلفه، تركب منها chemical substance تانية بنسميها هرمون وتعمل لها release. هي دي معنى كلمة secreted، released by endocrine glands. فين؟ في البلد. البلد ينقلها بقى لمكان تاني يأثر لي على الفانكشنز أو الجروث بتاع المكان التاني ده. وهنقف وقفة مع دي مهمة خالص. إيه اللي أنا عايز أضيفه هنا يا جماعة؟ عايز أضيف حتة مهمة خالص. دلوقتي بيقول لي انت عندك اندوكراين جلاند اهي ما عندهاش انبوبه بتعمل هرمونز جوه في السيلز بتاعتها. هو يعني ايه جلاند؟ برضو خلينا نقول ديفينيشن كده، ايه ديفينيشن بسيط يفهمه راجل الشارع البسيط، واحد كده في المشروع قاعد جنبي ويقول لي اهلا وسهلا ازيك يا استاذ، ازي حضرتك، ممكن تعرفني يعني ايه غده؟ او انا اقول له ايه؟ اقول له والله غده دي مجموعه خلايا بتعمل وتفرز مادة كيميائية بنسميها هرمون. طب اديني بقى الانجليش ديفينيشن. A group of cells that synthesize اللي احنا كنا بنقول عليها من شوية and release chemical substances called hormones. يبقى ده معنى الجلاند يا جماعه، مجموعه خلايا خلاص بتعمل لي هرمونز وبترميهم فين؟ بترميهم في الدم. اتفقنا؟ او بترميهم في حته تانية. ما هي لو اندوكراين جلاند هترميهم في الدم، لكن لو سويت جلاند
هترميهم على الجلد، لو سليفر جلان هترميهم في البق. ماشي. المهم بتطلع لي كيميكال سبستنسز، طبعا يبقى كلمه هرمون دي مش صح هنا، لان لو اكسوكراين مش بتعمل هرمون، لكن لو اندوكراين بتعمل هرمون. يبقى الراجل اللي قاعد جنبي في المشروع اقول له ايه؟ مجموعه خلايا بتعمل مواد كيميائيه وتفرزها. المواد الكيميائيه دي ممكن تكون عرق، ممكن يكون سلايفا، ممكن يكون هرمون الانسولين، ممكن يكون اي هرمون تاني. طب جميل، انا بتكلم على اندوكراين جلاند، اهي مجموعه خلايا، وبقول ان هي حواليها بلاد فيسلز بترمي فيها الهرمون. طب دلوقتي الهرمون اترمى في الدم، الدم ده في نهايه المطاف، ادي الجلاند هنا، الدم ده رايح فين؟ هيروح للقلب، وبعدين القلب ينشره فين؟ ينشره على الجسم كله، صح؟ ويرجع تاني للقلب، ويلف تاني على الجسم كله، ويرجع تاني وهكذا. الله، معنى كده ان الهرمون ده وصل للدم واتنشر في الجسم كله؟ طب ازاي تقول لي ان هو بيأفكت some organs، one or more organs؟ ازاي ده بيحصل اذا كان هو ماشي في الدم كله اللي بيعدي على الجسم كله؟ طب اشمعنى هيأفكت organ وما يأفكتش organ تاني؟ حد يا ترى يساعدني في اجابه السؤال ده؟ يبقى انا عندي حاجه في منتهى الخطوره اسمها ريسبتور يا شباب. ريسبتور موجود على سيلز معينه، في تيشوز معينه، في اورجانز معينه. الريسبتور ده هيستقبل الهرمون. يبقى خدوا بالكم، الهرمون ماشي بيعدي على الكل، بس مش هيركب غير على ريسبتورز معينه، في سيلز معينه، في تيشوز معينه، في اورجانز معينه، ويأثر عليها. زي بالظبط انا طالع العماره، انا بعدي على الشقق اللي في الدور الاول والثاني والثالث والرابع، وانا ساكن في العاشر، عديت على 9 ادوار، كل دور فيه 4 شقق، 36 شقه. طب اشمعنى ما دخلتش الشقه دي ولا دي ولا دي ولا دي، ودخلت بس الشقه بتاعتي اللي في الدور العاشر؟ اصل المفتاح بتاعي ما يفتحش غير الشقه دي في ال 40 شقه اللي في العماره. مظبوط. نفس الكلام، الهرمون يعدي على كل الاورجنز، على كل التيشوز، على كل السيلز اللي وصل لها دم، لكن ما يعرفش يفتح غير سيلز معينه. اشمعنى؟ اصل الهرمون ده ليه ريسبتورز مخصوصه على السيلز دي، فبسمي بقى السيلز دي والتيشوز دي والاورجنز دي تارجت. التارجت بتاع الهرمون، الهدف بتاعها، تارجت سيلز، تارجت تيشوز، تارجت اورجنز اللي عليها ريسبتورز اللي يقدر يفتحها الهرمون ويبدا يحصل التشينج المطلوب اللي بيعمله الهرمون ده. الهرمون مش مجرد سبستنس هتتفاعل مع سبستنس تاني، لا، الهرمون ده مسج، زي ما قلنا من شويه، كيميكال مسج، بعت رساله، فتروح تمسك على، ادي الهرمون شكله كده، وادي الريسبتور اللي ينفع يمسك فيه شكله لازم يكون كده، موجود على سيلز معينه. فلما الرساله تمسك في المستقبل، مستقبل الرساله، يحصل تشينجز جوه السيل دي. اتفقنا؟ تمام. يبقى احنا كده زودنا شويه معلومات مهمه جدا، اتكلمنا على الفرق ما بين الاندوكراين والنيرفس، وازاي الاثنين بيكونترول، واتكلمنا عن ايه هرمون، واشمعنى الهرمون المعين بيأثر على سيلز معينه وما يأثرش على بقيه السيلز اللي يعدي عليها كده، ايه، يسلم ويمشي ما يأثرش عليها. اتفقنا؟ الهرمونز دي يا شباب زي ما هنشوف التفاصيل بعد كده ان شاء الله، في هرمونز موجوده على طول، بس مش معنى على طول يعني هي موجوده كل يوم بس مش طول اليوم، وفي هرمونز مش موجوده كل يوم، تفضل مش موجوده لمده كذا سنه وبعدين تبدا تظهر، تعمل فانكشنز معينه. زي مثلا الهرمونز بتاعت السكشوال ماتوريتي، هو الطفل اللي عنده 5 سنين ده يعرف يتجوز؟ ما يعرفش يتجوز، ولو اتجوز مش هيعرف يخلف. طب ايه اللي يخلي الشاب اللي عنده 18 سنه ممكن يتجوز ويخلف؟ في تشينجز حصلت في جسمه. حصلت امتى؟ حصلت في سن 12 13 14 سنه لما طلعت هرمونز معينه، وساعتها الهرمونز دي حضرته لان هو يتجوز ويخلف، وفي نفس الوقت بينت لي بقى ان هو ايه، بقى راجل،
الشعر اللي في وشه، صوته اللي تخن، العضلات، العظم اللي كبر. ففي هرمون زي كل هرمون ليه وقت معين بيطلع فيه بكميات معينه، ودي النقطه اللي احنا كنا هنقولها دلوقتي حالا. الهرمونز ار سيكريتد ان سمول ديفينيت اماونتس تو بيرفورم ذير فانكشنز بيرفكتلي. ما ينفعش الهرمون اللي بيخلي الولد يبقى راجل يطلع والولد عنده سنه، الاقي عيل عنده سنه بيوقوق وعنده شنب قد كده في وشه وصوته ايه ده؟ ده اضخم من صوت ابوه. لا ما ينفعش. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، ابدع سبحانه وتعالى، كل حاجه في وقتها بقدر معين يناسب الوقت ده. ماشي؟ سبحان الله. النمو بيحصل بالراحه، زي ما هنشوف الجروث هرمون اللي بيطلع من البيتيوتري جلاند بيحصل بالراحه. ليه؟ العيل الصغير اللي ما عندوش مخ ده لسه، اللي لسه ما اتعلمش، يا دوبك بيقول بابا ماما، العيل ده ينفع يكون جسمه كبير ويمشي يخبط في الدنيا بقى ويشد الستاره ويوقع التلفزيون؟ ينفع؟ ما عندوش مخ. ما هو ده اللي العيل الصغير بيعمله. عشان كده ربنا جعله ايه؟ وهو صغير لسه مخه على قده ولسه بيتعلم، جسمه على قده برضه عشان ما يأذيش اللي حواليه ويخرب الدنيا اللي حواليه. فارجو ان تكون وصلت الاجابه، ان الهرمونز مش موجوده طول الوقت، لا بتطلع في اوقات معينه، ممكن الوقت ده يتفاوت على مدار العمر، ممكن يتفاوت على مدار اليوم، ممكن يتفاوت على مدار الشهر. لما هندرس مثلا المنسترال سايكل في الفيميلز في الشابتر اللي جاي ان شاء الله، هنعرف ان البنت والست بعد البيوبرتي، بعد البلوغ، الهرمونز بتاعتها بتتفاوت من اول الشهر لاخر الشهر. فزي ما قلت لكم الهرمونز بتتفاوت في مراحل عمر مختلفه، في اوقات من الشهر مختلفه، اوقات من اليوم مختلفه، عشان تعمل فانكشنز مختلفه في اوقات مختلفه. تمام؟ طيب لما الهرمون بيطلع بكميات صغيره محدوده محدده، يبقى اي زياده هتعمل مشكله، اي نقص هيعمل مشكله، يعمل لي لخبطه، disturbance في الفانكشن، ويسبب لي pathological changes. اي حاجه فيها patho يعني مرضيه، تغيرات مرضيه، وتعمل لي بقى symptoms يعني اعراض، يشتكي منها العيان ويجي يشتكي لي يقول لي انا حاسس بكذا، بيحصل لي كذا، شايف كذا على جلدي، شايف كذا في عيني. ماشي؟ symptoms characteristic for this hormone. يبقى الهرمون ده لما يزيد او ينقص هيعمل لي حاجات معينه يشتكي منها المريض، تختلف عن هرمون تاني يزيد او ينقص، تختلف عن هرمون تالت يزيد او ينقص. عامه الهرمونز معظم شغلها عباره عن stimulation، بتنبه زي ما لسه انت قايله، بتنبه other organs او other glands. ممكن زي ما هنشوف البيتيوتري جلاند دي بتصحصح الجلاندز التانية. في جلاندز بقى لا بتصحصح اورجانز مش جلاندز. فغالبا الهرمونز بتصحصح بتستيميوليت. حتى الان في مشكله يا شباب في اللي احنا قلناه ده؟ وصلنا بقى للجزء اللي قلنا عليه، حته تاريخيه كده، ازاي احنا اصلا فكرنا في فكره الهرمونز دي وعرفنا ان في حاجه اسمها هرمونز سواء في البلانتس او في الانيمالز. لو تفتكروا معايا من السنه اللي فاتت بويسن يانسن كان درس موضوع الاوكسينز. ايه الاوكسينز دي؟ الاوكسينز دي بلانت هرمونز، مش بتتعمل في جلاندز، البلانت ما عندوش جلاندز لكن عنده سيلز، سبيشال سيلز بتعمل الاوكسينز. لو تفتكروا كانت فين الاوكسينز بتتعمل، فين السبيشال سيلز دي؟ فاكرين التيب بتاعت الكوليوبتايل؟ ها؟ اللي هي الجروينج تيب او التيب اوف ا جروينج بلانت. التيب دي كان فيها سبيشال سيلز بتعمل الاوكسينز، والاوكسينز تبدا تنزل لتحت. لو نزلت لتحت يمين وشمال وقدام وورا قد بعض فالبلانت هيطلع لفوق مباشره. لو نزلت لتحت بكميات ازيد مثلا الناحيه دي يبدا البلانت يميل الناحيه الثانيه. ليه مثلا؟ عشان متعرض لللايت على ناحيه واحده. لسه كنا بنتكلم في الشابتر بتاع الموفمنت على الجروث اوف تندرلز، وازاي التندرلز بتلف حوالين عصايه المكنسه.
وقلنا ان اصل من بره التندرل بيجرو اسرع بكتير من جوه. طب الديفرنشال جروث ده ديفرنشال جروث جاي منين؟ هتلاقيه برضو جاي من الاكسونز. طب السنه اللي فاتت افتكر ما رايل سالتني السؤال ده، قالت لي السنه اللي فاتت جاب لنا سؤال ما كانش في المنهج وقال لي مش عارف مين لما بيلمس ايه بيلف حواليه. طب ما دي تروبيزم برضو ودي فيها ديفرنشال جروث يبقى ليها علاقه بالاوكسنز. طيب افتكروا معايا كده، ادي بويسن يانسن اهو وادي المنظر ده. المنظر ده كان ناتج عن ايه؟ ادي اللايت جاي من الناحيه دي وادي الاوكسنز طلعت من هنا، وهو في احد التجارب قطع التيب اللي بتعمل الاوكسنز وحط a piece of gelatin، فلقى ان الجروث بيحصل ناحيه اللايت عادي. ليه؟ الاوكسنز نزلت هنا اكتر من هنا، فالجروث حصل هنا اكتر من هنا، وبالتالي حصل bending او growth toward اللايت اللي هو الستيمولس بتاعنا. هنا عرضوا اللايت من ناحيه واحده وحط له الميكا شيت لو تفتكروها. الاوكسنز ما عرفتش تنزل هنا فما حصلش بقى ايه؟ ما حصلش الجروث، لكن لما حطها على الناحيه الثانيه عرفت تنزل فحصل الجروث ناحيه ايه؟ ناحيه الستيمولس. ماشي؟ فانا بس بفكركم بحكايه الاوكسن، وادي الاوكسن هنا كتير فعمل ايه؟ بصوا المنظر ده، المنظر ده شفناه السنه اللي فاتت في اسئله، الايلونجيشن elongation of the cells in response to الاوكسنز الكتيره اللي هي اصلا جت بكميه كبيره المفروض عشان اللايت جاي من الناحيه دي. ماشي؟ ان كان مش هي دي التجربه في الرسمه دي. يبقى ادي حكايه بويسن يانسن والاوكسنز اللي هي البلانت هرمونز اللي هو درسها واكتشف ان التيب اوف ذا كاليوبتايل اللي هي راسه قمته بتفرز الاوكسن اللي هو ليه اسم تاني اندول اسيتيك اسيد او IAA، وان الريسبوندنج بارت اوف ذا بلانت هو التيب، اسف الريسيفنج بارت هو التيب، هو اللي بيريسيف اللايت وبيتاثر بيها وبيطلع الاندول اسيتيك اسيد عشان يخلي حته تانيه بتريسبوند لللايت. يبقى في واحد بيستقبل اللايت اللي هو التيب يطلع الاندول اسيتيك اسيد عشان حته تانيه هي اللي تريسبوند وهي اللي تبدا ايه؟ تتني البلانت. لو تفتكروا السنه اللي فاتت كنا بنقول التيب بيطلع الاوكسن، لكن مين اللي بيجرو وبيعمل بقى البندنج ده؟ الحته اللي تحت التيب مش التيب نفسه. ماشي شباب؟ طيب الاوكسنز دي بتطلع منين؟ قلنا تيبس اوف كوليوبتايلز وبتطلع من البادز كمان. ايه البادز دي؟ البادز البراعم. المنظر ده كده بقى معدي على شجره في الربيع والاقيها ايه؟ فيها الحتت دي كده، هيطلع منها بقى، يطلع منها برانش فرع شجره، يطلع منها فلاور، يطلع منها ليف. دي البادز يا شباب. حتت كده بيبقى فيها سيلز، السيلز دي بتدفرنشيت بطريقه معينه، بتتخصص بطريقه معينه، تعمل لي يا برانش يا ليف يا فلاور اللي هي بلاقيها على فروع الشجره. جميل؟ طيب واتفقنا خلاص على الكلام ده. الامبورتنس بتاعتها بتأفكت حاجات كتيره جدا في البلانت، بتريجوليت الجروث زي ما احنا شايفين كده، تخليه يميل يمين يميل شمال، وهو مهم كمان عشان البلانت حتى لو واقف فيرتيكلي يطلع برضه لفوق. ماشي؟ طيب بتورجنايز ديفلوبمنت اوف تيشو زي ما احنا قلنا من شويه، يعني الاوكسنز مهمه جدا عشان الانسبيشاليزد سيلز تبقى بارينكيما سيلز، تبقى كولينكيما سيلز، تبقى زايلم سيلز او فلوم سيلز. مهم جدا الكلام ده. مهمه جدا عشان نعمل فلاورز، نعمل فروتس، الليفز في اوقات معينه زي الشجر اللي بيوقع ورقه على دخله الخريف والشتاء يوقع ورقه. الرايبنينج وان كان الرايبنينج معلوماتي ان هو بيتاثر بانزيم تاني اسمه ايثيلين. ايثيلين
ده هرمون مخصوص عشان الرايبنينج، وده اللي بيخلي الموز والتفاح يسودوا وممكن يبوظوا. ماشي؟ طبعا الموز بنجيبه اخضر، ايه اللي بيخليه يصفر؟ الايثيلين. طب لو سبناه وما اكلناهوش، ايه اللي هيخليه يسود؟ الايثيلين. بس احنا ماشيين على كلام الكتاب. وافكتنج ذا فانكشنز اوف اول تيشوز، الاوكسجين مهم جدا 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 في حياه البلانت. طيب هرمونز ان انيمالز ازاي اكتشفوها؟ والله عندنا واحد اسمه عالم فرنسي كده اسمه كلود برنار، ده كان بيدرس الليفر واكتشف ان الليفر متخزن فيه سكر على شكل ايه؟ الشاطر يفتكر السكر في الليفر بيتخزن على شكل جلايكوجين بوليساكرايد، معمول من جلوكوز، ماسك في جلوكوز، ماسك في جلوكوز كتير قوي 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 قوي، عامل لي بوليساكرايد اسمه جلايكوجين ومتخزن في الليفر وبيتخزن كمان في المسلز. فده قال لي الله ده في حاجه الليفر بيعملها من السكر وبيخزنها، فاعتبر ده internal secretion افراز داخلي. بس الليفر بيعمل حاجه تانية درسناها السنه اللي فاتت، البايل العصاره الصفراويه اللي بتساعدني ان انا اهضم الليبيدز الدهون والزيوت. بس البايل ما بيستناش جوه الليفر، ده بيطلع بره يتحوش في الجول بلادر وبعد كده يتصب في الدودينم اللي هو الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين، فاعتبر ده الاكسترنال سكريشن بتاع الليفر. يبقى الليفر بيعمل حاجه ويخزنها جوه اللي هي الجلايكوجين سماها انترنال سكريشن، بيعمل حاجه ويطلعها بره سماها اكسترنال سكريشن. طب ستارلينج كان بيدرس البنكرياس، جميل؟ اوريكم صوره. ادي كلود برنار وادي ستارلينج. ستارلينج كان بيدرس البنكرياس، فين البنكرياس؟ البنكرياس ورا الاستومك، احنا رافعين الاستومك شويه كده عشان نشوف البنكرياس. طب وايه ده؟ ده الدودينا. First part of the small intestine. زي ما قلت لكم البنكرياس بيصب العصاره بتاعته اللي هي الانزيمز والصوديوم بايكربونيت، والجول بلادر بتصب اللي جواها اللي هو البايل. الاثنين بيصبوا الكلام ده في الدودينم اللي هو الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين عشان نخلص بقى على الاكل ونهضمه تماما ونحضره للابسوربشن. طب عمل ايه بقى؟ هو عارف ان في نيرفس سبلاي للبنكرياس، في نيرفز وصل للبنكرياس جايبه له مسجز من النيرفس سيستم، راح هو قطعها وخلى الكلب بقى ولا القطه ولا الدبه اللي هو كان بيعمل عليها الاختبارات خلاها تاكل. وبعدين بعد وقت معين معروف راح دابح الكلب ده وبص في السمول انتستين بتاعته وراح في الديودينم يعني، وراح فاصل المكونات. دي لحمه، ده رز، ده سلطه، وده ايه؟ الله دي الانزيمز، الله ده الصوديوم بايكربونيت. ازاي ده انا قاطع النيرفس سبلاي؟ ازاي البنكرياس طلع العصاره بتاعته البنكرياتيك جوس؟ هو مين عرفه ان الاكل وصل هنا طالما هو مفصول عن النيرفس سيستم؟ اكيد في حاجه اسمها نون نيرفس ستيميوليشن. اكيد التنبيه ما كانش نيرفس لان انا قاطع الاسلاك اللي جايه من النيرفس سيستم. اكيد في كيميكال سبستنسز طلعت نبهت البنكرياس. سمى الكيميكال سبستنسز دي بقى هرمونز. هرمونز اصلها كلمه جريك معناها اكتيفيتورز. يبقى هرمونز بالبلدي معناها اكتيفيتورز. فعلا they activated the pancreas to secrete its pancreatic juice into the small intestine. هنعرف بعد كده ان الهرمونز دي اسمها ايه؟ سكريتين والكوليسيستوكاينين هما اللي بيخلوا لي البانكرياتيك جوس والبايل يطلعوا ويتصبوا في الدودينم. بس دي حدوته ارنست ستارلينج. تمام؟ يبقى ادي النون نيرفس ستيميوليشن كيميكال سبستنسز سماها هرمونز. طالما انا قطعت النيرف سبلاي
يبقى اكيد التنبيه ما جاش من النيرفس سيستم. التجربه اللي عملها ستارلينج دي باختصار شديد، ادي الموبايل بتاعك اهو ماشي، ادي الموبايل بتاعك وانت موصله بالشاحن، شغال ولا مش شغال؟ شغال شغال. طيب فكه من الشاحن، شغال ولا مش شغال؟ هيفضل شغال برضه شغال. يبقى انت عرفت ايه من التجربه دي؟ عرفت ان في كهرباء واصله له من غير، من حته تانية غير الحيطه، صح؟ اه. طيب ادي البنكرياس وانت موصله بالنيرفس سيستم شغال. طب اقطع التوصيله بتاعت النيرفس سيستم مش شغال، يبقى انت عرفت ان في حاجه تانية بتشغله، حاجه مش ملهاش علاقه بالالكتريكال امبلسز، ملهاش علاقه بالنيرفس سيستم. تمام؟ بس كده. كيميكال سبستنسز ماشيه في الدم، نسميها ايه يا جدع؟ نسميها هرمونز. ايش معنى؟ اصل هرمونز دي معناها بتاكتيفيت. تمام. والحاجه طيب اللي جم بقى بعد بويسن يانسن وبعد كلود برنار واللي جم بعد ارنست ستارلينج عملوا ايه بقى؟ كملوا كملوا لحد ما عرفوا اماكن الاندوكراين جلاندز والفانكشن، الديفرنت فانكشنز بتاعت الهرمونز اللي هي بتطلعها. طب عرفوا الكلام ده ازاي؟ والله يشوفوا المرضى اللي عندهم مشاكل معينه ويلاحظوا ان مثلا غده معينه كبيره او غده معينه صغيره او اتشالت خالص، ماشي، ويربطوا ده بالاعراض اللي بيشتكي منها المريض او بالعلامات الساينز اللي باينه على المريض. جميل. يمسكوا الجلاند دي، طيب بعد ما عرفنا ان هي بتطلع هرمون بيأثر على الجروث، بيأثر على الميتابوليزم، طب هات الجلاند دي اضربها في الخلاط، طلع العصير ده، افصله لحد ما نلاقي حاجه مش عارفينها. الحاجه دي بقى ايه؟ تعال نجربها على كلب، تعال نجربها على قطه، تعال نجربها على فرخه ونشوف بتأثر ازاي. لما اعطيتها الفرخه، الفرخه كبرت ولزلزت وبقت كبيره ومليانه لحمه، يبقى الهرمون ده بيأثر على الجروث. لما اعطيتها للكلب، الكلب اتوتر واتنرفز وعمال يروح ويجي ويجري، يبقى ده بيزود التوتر، ماشي. اعطيتها البني ادم، لقيت ضربات قلبه بتزيد، لقيت سكره بيقل، وهكذا وهكذا. يبقى الجلاند اكستراكتس، المواد اللي بنستخلصها من الجلاندز بتأثر ازاي على الوظائف الحيويه بتاعت الجسم. طب عامة بقى خلاصة الكلام بتاعهم بقى في الهرمونز، الهرمونز دي organic substances. يعني ايه organic؟ يعني موجودة جوه الأورجانيزمز. يعني ما الاقيش هرمون احفر في التربة الاقي هرمون، اصفي المية الاقي فيها هرمون، ماشي. طبيعي طبيعي، المية اللي خالقها ربنا ما فيهاش هرمونات، السويل اللي خالقها ربنا ما فيهاش هرمونات، جميل. طب لو لقيت في المياه هرمونات جايه منين؟ جايه من الاورجانيزمز برضه، ماشي. نزلت مثلا في اليورين بتاعت البقره اللي احنا عمالين نحقنها هرمونات عشان تكبر وتجيب لحمه كتير او تجيب لبن كتير. يبقى دي كيميكال سبستنسز موجوده بس في الاورجانيزمز. طيب طبيعتها ايه؟ احنا عارفين الاورجانيك سبستنسز اللي هي الكربوهيدراتس، الليبيدز، البروتينز، النيوكليك اسيدز. طيب الهرمونز معموله يا اما من امينو اسيدز وتركيباتها بقى اللي هي البروتينز، يعني بتبقى كومبلكس بروتينز او سمبل امينو اسيدز، او معموله من ليبيدز زي الاسترويد هرمونز. انهي ليبيد بالظبط؟ الكوليسترول يا شباب. كوليسترول ليبيد مهم جدا، موجود في السيل ممبرينز بتاعت السيلز، وبنعمل منه ستيرويد هرمونز اللي احنا هنعرف قد ايه هي مهمه لجسمنا. بقى الكوليسترول ده مش حاجه وحشه، ولكن كتره هو اللي مشكله، زي اي حاجه في الدنيا اللي خلقها ربنا كترها مش كويس. طيب يبقى دي اول حاجه عرفناها. تاني حاجه زي ما قلنا من شويه، سيكريتد ان فيري سمول اماونتس، الاماونتس دي بنقيسها بالمايكروجرام. مايكروجرام يعني ايه؟ يعني واحد على الالف من المليجرام. طب المليجرام يعني ايه؟ واحد على الالف من الجرام، اللي هو واحد على الالف من الكيلوجرام، حاجه صغيره جدا. يعني مايكروجرام ده واحد على مليون من الجرام. شوفوا الجرام
واحد على مليار من الكيلوغرام. هات كيلو طماطم وتخيل كده، قطع الطماطمات لحد ما تبقى معاك حته طماطم واحد على مليار من الكيلو، حاجه صغيره جدا جدا جدا. ماشي؟ وطبعا زي ما قلنا لو زادت المايكروجرامز دي شويه، لو قلت شويه هيحصل ديستربنس، هيحصل لخبطه. طب الهرمونز بتعمل ايه في جسمنا؟ بتعمل very important functions. اول حاجه البالانس of the internal environment اللي احنا بنسميها homeostasis، الكلمه دي احفظوها. ماشي؟ البادي جروث زي ما قلنا من شويه، العيل الصغير اللي بيكبر. sexual maturity، الولد الصغير اللي بقى راجل، البنت الصغيره اللي بقت ليدي. ميتابوليزم، ولما اقول ميتابوليزم يا شباب بالبلدي، برضو الراجل اللي جنبي في المشروع سالني، قلت له والله الميتابوليزم يا عمي ابسط حاجه عشان اقربها لك الحرق. ابسط حاجه الحرق، كلمه ميتابوليزم افتكرها الحرق. وبيهيفيورال وايموشنال وانتلكتشوال ديفلوبمنت، الطفل الصغير ده اللي كان مش عارف يتكلم ومش عارف يفكر وما عندوش خبرات في الحياه، ها، واي حاجه تخليه يعيط واي حاجه تخليه يضحك والناس مستغربه بيضحك على ايه ده، مين اللي هيخليه يظبط انفعالاته ويظبط سلوكياته، ومين اللي هيخليه يتطور في تفكيره وفي استخدامه لقدراته العقليه؟ الهرمونز. فحاجه في منتهى الخطوره الهرمونز دي بالنسبه لجسمنا. التايبس اوف جلاندز، احنا اتكلمنا على الاكسوكراين واتكلمنا على الاندوكراين. اكسوكراين ليها سكريتوري بارت وليها داكت او داكت سيستم، ممكن داكتس كتير عامله نتورك بتشيل السكريشن بتاعها من الجلاند نفسها لكافيتي جوه الجسم او للسيرفيس بره الجسم، زي ما قلت لكم، او للسيرفيس بره الجسم. وضربنا امثله السويت جلاندز او السليفري جلاندز. طيب الاندوكراين قلنا داكتلس، ما عندهاش داكتس، فالهرمونز اللي بتطلعها بتطلع مباشره للبلد، زي بقى الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده. طيب في عندي بقى نوع ثالث ميكست. ميكست ببساطه هو عباره عن اكسوكراين مع اندوكراين، زي مين؟ زي البنكرياس اللي كنا بنتكلم عليه. البنكرياس بيعمل هرمونز؟ اه، زي الانسولين. البنكرياس بيعمل حاجه ثانيه مش هرمون وبيطلعها يمشيها في انبوبه ويصبها في كافيتي جوه الجسم؟ اه، البنكرياتيك جوس اللي هي فيها انزيمز وفيها صوديوم بايكربونيت. اوريكم بس صوره واشوف لو حد عنده سؤال. ادي الاندوكراين، شويه سيلز بتطلع كيميكال سبستنس بتصبها مباشره فين؟ في البلاد فيسلز. مفيش داكت؟ مفيش داكت. طب الاكسوكراين؟ لا، ادي السيلز بتسكريت فين؟ في كافيتي، والحاجه تتجمع وتمشي في داكت وتطلع بقى للمكان اللي رايحه له، ممكن ده يكون السيرفيس زي السويت جلاند، او يكون كافيتي جوه الجسم زي مثلا الدايجستيف جلاندز.